ملي كنكون مزيان خاصك تجهليني عاد تهناي وتبردي. قالت طلاق 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 عافاك ما نعاودش. عاود ضربها مرة أخرى بطرشة. زير على فكها بإيديه وهو كيهدر وهو معصب. قال قلت ليك داك النهار كلامي تسمعيه أو لا ما غتشوفي مني غير الويل حيت ما كتفهميش. قالت صافي والله ما نعاود غير طلق مني. قال وما زال عندك الفم اللي كيهدر سكتي حسك ما نسمعوش قطعي الحس. سدات فمها وبدات كتحرك راسها بقاه وهو يقول واش شفتيني مونيكا هنا خارجة بلا شوار بلا حكام بلا والو بحال لا ما مزوجاش. داك الدوران اللي كنتي ملفاه سالات ساعته. بدا راجع ليها وهزات يدها بغطا كي الدقة نوضها من دراعها وزير عليها حتى حرقها ازدحها مع الحيط حتى تقصحات وقال من اليوم ما كاين غا العصا. هزات راسها بقاه وهي كتنخصص ما بقاتش عندها القدرة باش تجابه معاه ولا تزيد معاه في الهضرة. ادفعها وقال داك الوجه اللي زايغة بيه غادي نخسرو ليك ودابا سيري تغسلي ودابا سيري غسلي عليا هديك الكمار. مشات كتجري الحمام باش تغسل وجهها وهي كتبكي. بقيت كتبكي ما قدراتش تسكت كتمسح الدم اللي في نيفها. بقات شحال عاد خرجات بقات مهبطة راسها ما بغاتش تشوف فيه ومشات للبلاكار كتجبد حوايجها باش تبدلهم ورجعت الحمام كان حاضيها ومخنزر غير لبسات وخرجت من الحمام. لقيته في البالكون كيكمل وخنزرت فيه وهي كتدعي فيه في السر ديالها. مشات غادة تخرج من البيت وسمعته كيعيط. قال فين غادة؟ قالت عند اختي. رد عليها باستهزاء وقال دابا عاد تفكرت اختك. سكتات ما جاوباتوش وخلاها تمشي عند آية. دخلت نور وكانت آية كتلعب. سكيت نور وآية في الناموسية وبقيت كتعاود ليها قصة حتى نعسات ونسات نور راسها ونعسات حتى هي. ما غدا تفيق غير على شي حد كينغزها بالجهد وشافت ياسر اللي كان مخنزر. قال تقعدي. شافت نور في آية وناضت. كانت غادة قدامه هو تابعها. قال ما تحلميش تنعسي برا داك البيت. بقات ساكته وما جاوباتوش غير دخله وهو يقول بغيتي الضد هو اللي غادة تلقاي معايا. شافت فيه وقال رجعي لبلاستك. قالت اين بلاصة؟ قال حدايا امراتي. نهدات وحضرات راسها وقررت هاد الليل تدوزو بسلام. غادة تحضر راسها وتنعس حداه وفي هاد اللحظة بالضبط قررت باللي غادة تنهي هاد الزواج غدا والليلها ليها وإلى اضطرات غادة تهرب هي وختها. نيشان مشات للناموسية ما داهاش النعاس وغير حلات عينيها في الصباح ما كانش ياسر حداها. ناضت وقضات روتينها الصباحي ومن بعد فيقات ختها وجمعات حوايجها وحوايج ختها في الشنطة ديالهم. آية كانت كتشوف فيها وما فاهمة والو. قالت فين غادين؟ وهي تقول نور غنمشيو فحالنا. قالت آية واش لدارنا القديمة؟ قالت نور يمكن غادي نرجعو ليها. دابا غادي نمشيو عند آسية وموراها نمشيو لدارنا القديمة. وهي تقول آية واللعاب ديالي؟ شدات ليها نور في ايديها وهي تقول اللي لقيتيه هنا خليه هنا ما غنديو معانا والو من غير حوايجنا. قالت آية وعلاش؟ انا كان عاجبني هاد البيت زوين. ما لقيت حتى جواب باش تجاوبي ختها. بقات ساكته شحال وهزات تليفونها وعيطات الأسية قالت ليها باش تجي لعندها. هبطات نور وآية لتحت قطعات مع أسية ودارت كتشوف في آية وهي تقول هبطت فطري باش تشربي دواك. حركات راسها بإيه ونزلات مخليه نور كتجمع في الحوايج غير سالات ونزلات الشنطة وشربات لختها الدواء. وفي نفس الوقت كانت أسية جات وهما كانوا واقفين في الشرطة. نزلات وبدات كتقرب ليها وهي تحل فمها. قالت اوي لي مالكي؟ شافت الشنطة في ايديها وهي تقول
علاش جمعتي حوايجك؟ قالت نور غنمشي في حالي، اديني عند عمي. وهي تقول آسية ضربك ناري هادشي بسببي، سمحي لي انا اللي خرجتك معايا. قطعتها نور وقالت ماشي بسببك، كان باغي غير السبة. بعدات نور وجهها ودارت كتجر الشرطة وما بغاتش تزيد تسمع اكثر، حيت عارفة آسية غتبدا تأنف في راسها وغتحاول تحل المشكل. وهي تقول حلي لي الكوفر. قالت ليها آسية نور بلياتي واش ما كتشوفيش هادشي غادي يزيد يشعل لك العافية؟ وهي تقول نور كاين شي عافية اكثر من هادي، شفتي جهنم ارحم لي من العيشة معاه. ما كتعرفيهش آسية، راه ماشي بنادم راه وحش، ما نقدرش نزيد معاه تانية وحدة. عييت ما نقول نصبر، ولكن والله الا عييت الا خفتي على راسك انا غدا نخرج نشد تاكسي. وسمحي لي لحقاش جبتك وعذبتك. نهدات آسية وخدات منها الشنطة ودارتها في الكوفر. ركبات آية ونور غير وصلوا وهبطات وجبدت الشنطة. كان عبد الله في الجردة غير شافها وقال نور اش كديري هنا؟ قالت انا ما بقيتش غنزيد قسم مع هذاك ولدك، فهمتيني؟ عبد الله قرب ليها قال شنو واقع فهميني. نور شافت في آية وآسية فهماتها وقالت آية يلا هنوريك الكادو اللي شريت ليك البارح. قالت ليها آية واخا. مشيت آسية وشاف عبد الله في نور وقال اجي معايا للمكتب ديالي، الهضرة ماشي هنا. تبعات نور وغير دخلوا وسدوا عليهم. قربت ليه وبدات كتبعد شعرها على وجهها، كان جنب حنكها احمر وبين الاثار ديال الضرب. قالت شوف ولدك شنو دار ليا. عبد الله كان كيشوف في الكدمات اللي في وجهها ووجهه ولا معبس. وهي تقول ما غنزيدش معاه دقيقه، ولدك ما عمري غدا نقدر نصلحه، انا ولدك الا بقيت معاه غادي يقتلني، ما عمري ما غنسمح ليك ولا غنسمح ليه على هذا الشيء. عمري هذه هي بنت خوك، كون كان خوك عزيز عليك غير شويه غير شويه ما كنتيش تزوجني لذاك المريض ولدك. قال شنو بغيتي مني يا بنتي؟ قالت طلقني منه اليوم قبل غدا. عبد الله بقى ساكت ووجهه باقي كيبان فيه الحزن ولونه مخطوف. قالت كان هدر معاك طلقني منه، والله حتى يقتلني كيكرهني وكيبغي يعذبني غير هكاك، وحتى آية كتخاف مني، ما نقدرش نزيد معاه. ياك عزيز عليك خوك والحاجة اللي غديرها مزيانة في حياتك هي تفرقني عليه. قال عبد الله واخا يمكن غلط وحساب ليا انتي انسب وحدة ليه. قالت ولدك ما تصلح ليه غير حمقى بحالي، انا ما عندي صحة لهذا الجهل دياله، من نهار عرفته هو كيضربني، هذاك النهار لاحني في لابيسين وخلاني نغرق بالعاني، كيقول ليا ما تخرجيش حتى نقولها ليك. سكت عبد الله ومجهز التليفون ديالو، غوشات وقربات ليه وقالت اشنو كدير؟ قال ياك بغيتي تطلقي منه، عمرك شفتي شي طلاق بلا راجل؟ يجي ونفرتكو هادشي. قالت لا لا ما تعيطش ليه عافاك. قال ليها عبد الله شوفي انا غلط وغادي نصلح الغلط ديالي، ما يحسب ليش الامور غادا تمشي هكا، غادي نفارقكم كيف ما جمعتكم، ولكن جاوبيني بصراحة. قالت شنو؟ قال ليها عبد الله موقع بينكم والو ياك؟ بقات نور ساكتة شحال وهي تهز راسها بلا. عبد الله تبسم وقال على الأقل ما غداش تخرجي خاسرة بزاف. رجع هز تليفونه وعيط لياسر، بقى شحال كيسوني عاد جاوبه. قال عبد الله اجي دابا ضروري. قال له ياسر شنو كاين الوليد ما مساليش دابا؟ قال عبد الله نور هنا وخاصك تجي. ابقى ساكت وما جاوب شبه، وهو يقول هانا جاي. قطع عليه وشاف نور اللي ولا وجهها صفر، وخا عاشت معاه مده قليله حفظات طبعه كيف داير. عبد الله طبطب على كتفها وقال ما حد كاين هنا ما غادي يدير لك والو، ارتاحي
وما تبقاي تفكري في والو. ما داش بزاف ديال الوقت حتى سمحت نور فوق طوموبيلته، طلعت من الشرجم وبين ليها خرج منها وجاي داخل. وقف كيشوف الشنطة ديالها وهو يهز عينيه نيشان للشرجم ديال البيرو ديال باه. تلاقاو نظراته الحادة مع عينيها، عارفة هاد الشوفات وشنو ممكن يجي موراهم. دخل ومشى جلس على واحد الكنابي وكيشوف فيهم بجوج. قال عبد الله: نهار تزوجتيها قلت لك ما تمدش عليها يدك مرة أخرى ياسر، وانت اش درتي البارح؟ سلختيها ومكرفص ليها على وجهها، وعندك الدنيا هانية، ما زوجتهاش ليك باش تضربها وتعدى عليها. ياسر كان ساكت وكيشوف باه، ومرة مرة كيشوف نور، ما جاوبش كاع. الشي اللي خلى باه يرجع يهدر، قال: لا كان هكا طلقها حسن ولدي، ما باغيهاش وما باغياكش، انساليو هاد الشي من دابا الله يخليك. نور نقزات من بلاصتها وهي تقول: كيفاش الله يخليه؟ غيطلقني بالزز منه، انا ما غنرجعش معاه واخا نموت. عقد حجبانه، شاف الساعه ورجع شاف فيها وهي تقول: شفتي انت ماشي راجل، لقيتيني بنت ضعيفه وكترجل عليا، وحتى دابا غتطلقني واخا نموت ما نرجعش معاك. قال: الى ساليتي زيدي قدامي. قلبها بحال انفجر، شافت في عمها كتستنجد به وهو يقول: مع من كنهضروا حنا؟ قال له ياسر: ماشي شغلك الوليد، مراتي هادي، وانت من نهار الاول اللي بغيتي تلوي ليا دراعي بيها، انا دابا اللي غنلوي لك دراعك الا ما خرجتيش سوقنا. بان ليا هاد بنت خوك عزيزه عليك بزاف، كان خاصك تفكر جوج مرات قبل ما تزوجها ليا، ودابا شوف شكون يفكها من عندي. غوت عليه عبد الله بالجهد وقال: ياسر ياسر ما تسوقش لباه، وهز صبعو كيشير الباب وقال: انتي يلا قدامي، هدرت معاك ما غنزيدش ندوي. نور مشات كتجري وتخبات مورا عمها، قالت: الا الا ما غنمشيش معاك. عافاك عمي، دير شي حاجه الله يخليك. عبد الله شاف نور وشاف فيه كيحاول يفك الجره. ولدي الله يرضى عليك، صافي اسمح لي، انا اللي غلطت وغنصلح غلطي، ما كانش خاصني نلوي لك دراعك ونزوجها ليك، غير طلقها وخليها برا هاد السوق. ياسر قال: الواليد مشى الحال، بنت خوك ما غنطلقهاش، ياك من الاول كنتي غتموت باش نتزوجها، وانتي نحسب حد ثلاثة، يا غتجي ولا غنجي انا. شافت في عبد الله ودموعها كيهبطوا، قالت: والله حتى نهرب الا قربتي ليا. كانت كتسمعو كيحسب، قبل ما يكمل تحركات كتجري باغا تهرب، جوج خطوات كانوا كافين يوصلوه ليها. هز هذيك الساعه بكل سهوله بحال لا هز شي ريشه، خرج بيها ونازل بيها في الدروج بالزربه، ما هدر ما تكلم، غير وصلوا للطوموبيل ديالو، لاح اللور وسد الطوموبيل، ومشى جاب الشنطه ديالها ولاحها في الكفر وهي مازال كتغوت. ما تسوقش ليها ورجع دخل الفيلا، وبانت ليه زينب رئيسة الخدم، هدر معها وقال: فين آية؟ قالت: مع لالا أسية. طلع بالزربة البيت أسية ودق، وشاف آية جالسة عندها، ودخل ديك الساعة هز آية. آية بدت كتبكي وكتعيط لأسية، أسية وقفات باش تهدر معاه، قالت: ياسر فين غادي بالبنت؟ دار عند أسية بتهديد وقال: آخر مرة تدخلي بيني وبينها، هان علمتك، المرة الجاية غنصارة كمرات خويا. خلاها حالة فمها بصدمة ونزل، وهو هز آية اللي كانت كتبكي ليه في إيديه كتقول: بغيت اختي، بغيت نور. قال: صافي ها احنا غادين عندها بلا بكا. غير وصل وركبها حدا اختها. نور شافت آية وعنقاتها وبدات كتمسح ليها دموعها، قلع ياسر والطريق كاملة وهو كيشوف نور بلا ما يهضر معها، غير كيخنزر فيها من المراية، عارفة تخنزيرو شنو غيتبعو. وصلوا ونزل جبد ليها الشنطة، وصلوا ونزل جبد ليها الشنطة وحل ليها الباب، نزلات والخلعة شداها، شافتو ما دار حتى حاجة. قال: حوايجك رديهم فين كانوا، غنجي غنلقاهم رجعوا لبلاصتهم. شافت فيه بنص عين وجراتها،
بان ليها بعد كيهضر مع الحرس اللي عنده وكيشير بصبعه، ومن بعد هز طوموبيلته وخرج. ارتاحت حيت شافته ما دار ليها والو، وتوقعات باللي هاد الشي اللي دارت حرك فيه شي حاجه. دوزات نهارها تماك ورجعت الحوايج فين كان، ما لقات والو. بقات نهار كامل كتفكر في شي حل كيفاش دير تتفك منه. حطات ايات نعس في بلاصتها ووقفات جهة الشرجم كطل برا. الدموع كيهبطوا على وجهها بحال الشلال. حتى تناصف الليل عاد بانت ليها الطوموبيل داخله. بقات كطل غير بنص عين حتى نزل ومشات دغيا تخشات مع آية. غدير راسها ناعسة واللي ليها ليها. دازت 10 دقائق بالحساب حتى تفتح عليهم الباب. تفزعات، قال غتنوضي تحركي. بقات ساقلة ومزيرة إيديها وهو هدر عاوتاني. قال توحشتي العصا؟ هاد المرة إلا قربت راكي عارفة شنو غيوقع. حيدات الغطا على وجهها وهي تقول بعد عليا، وبدات كتمسح في دموعها وكتشوف جهة آية. ياك ما باغينيش وبعد عليا. قال لا ما بغيتيش اختك تسمع داكشي اللي غيوقع عليك غتنوضي تحركي دابا. سلمات امرها لله وتبعاتو. غير وصلت نص البيت وحطات ايديها على وجهها، خافت ليضربها عاوتاني. بداو دموعها كيطيحو كتر من الاول. سد الباب بالساروت وبقى غادي موراها. غير وصلت نص البيت وحطات ايديها على وجهها وهدرات وهي كترجع فيه. قالت طلقني عافاك. ميلش نايف وضحك. قال نطلقك واخا بلاتي. تراجعت اللور حتى تحبسات مع البلاكار. ملي بدا كيقرب ليها شافتو كيتني في الكمايم تشوميز ديالو وكيفتح صداي. شاف فيها وشير ليها بصبعان. شنو كنتي كتقولي في الصباح؟ وبدا كيضحك بالجهد وهي كترعد. قلتي ماشي راجل والرجلة بزاف عليا. زاد قرب وضحك وقال حتى دابا عندك جوج دالحلو، يا إما غدا تجي وتسلمي ليا راسك على خاطرك، وكان واعدك غيدوز كل شي سهل وما غنتعداش عليك، أو لا غدا تبداي تبكي وتقاومي وكان واعدك غنتكرفص عليك ونتعدى عليك، شنو بالك؟ فكرة خلاتها تحس بقلبها غيخرج من بلاصتو. ما بقاتش كتحس بإيديها ولا برجليها، متأكدة أنها تشلات ورجليها ما بقاوش قادرين يهزوها. الدموع اللي مغطين عينيها ما خلوهاش تشوف مزيان غير وجهها اللي كان كيتحرك بالله. كيعجبك من اللي كان عاود هضرتي جوج مرات وكان شعر نور عينيها كيسيلو بالدموع. قالت ياسر عافاك. حتى لهادي لا عافاك. كتحس بشي حاجة وحلى ليها في حلقها وما قادراش تبلعها. قال ليها الاختيار كيبقى ليك، هاد الشي تابعك تابعك، وانتي كيف ما كتعرفي مراتي وهاد الشي من حقي. غير شوفي واش بغا تكرفسي ولا تخلي كل شي دوز بالزربة. ومريضنا ما عنده باس. نزلت ايديها على صدرها كتحس بنفسها غادي تقطع. ما كاينش اللي غادي يفكها منه هاد النهار. بدا كيحل صدايف قميجته وهو يقول شنو قلتي؟ نجي ولا تجي؟ بقات نور في بلاصتها. ومشى ياسر وهو كينسل في قميجة ديالو ولاح على الفراش وبدا كيتقرب ليها وهي قلبها صافي كان غادي يسكت. نزل ايديه على عنقها وهي سدات عينيها وكتبكي. وبدا كيحل ليها في صدايف البيجامة وهي تحط ايديها على ايديه. قالت عافاك ما تديرش فيا هكا. قال لا لا اشنو قلنا؟ ما تخلينيش نضربك ونتكرفص عليك. حيد ليها ايديها وبدا كيحل ليها صدايف. بقات غير بسوتيان السروال وتلاح على فمها بقبلة قوية. نور عمرها ما تخيلات قبلتها الأولى غدا تكون بهذا الطريقة الوحشية. كتحاول تدفعو وتبعدو عليها ولكن ما قادراش. هزها ديك الساعة حتى وصلها للفراش ولاحها كيشوف جسدها وهي كتحاول تغطيه بإيدها. ما يقدرش ينكر مدى إعجابه بها.
نزل على جسدها كامل ببوسات لادعة، خلوها كتحس بحال الضو كيضربها، وبدات كتهز ايديها وكتبعد. وقف جاعر ووجهه حمر وعروقه باينين وقال: خطريحي ولا غنفرعك. جمدات ولونها تخطف، واستسلمات وخلاته يدير ما بغى، وكانوا دموعها نازلين. وفي هذيك الساعة فقدت عذريتها اللي كانت غدت بها ليه في يوم من الأيام. كتحس بألم قوي عندها لتحت وشي حاجة متقلة عليها، ما عرفتش شنو هي. حلات عينيها وبقت كتشوف، عادت فكرات وقلبها تقبط عليها، متأكدة باللي إيديه غير مع النعاس تحطات عليها، حيث يستحيل يحطها وهو فايق. حاولت تنوض من اللي تقلب للجهة الأخرى، وقفت بالزز ومشات بشوية، هزات بيجامتها ولبساتها، حلات بلاكارها كتجبد الحوايج قبل ما يفيق ويبدا يهينها عود تاني، وخرجت من البيت ومشات لواحد الحمام برا ودخلت للدوش. الماء كيهبط عليها وهي كتبكي، كتحاول تغسل لحمها في اي بلاصه قاسها فيها، باغا تمحي الاثر ديالو. ما كرهاتش تقتل راسها وتمنات تكون غير ماتت قبل ما يقرب ليها ياسر. خرجت كتمسح بالفوطه وجهها اللي حمر ومنفوخ بالبكا، ولبسات بيجامه وخرجت لبيت ختها وتخشات معها في الفراش، ودموعها نازلين وما باغينش يوقفوا. كتعض على فمها باش ما تسمعهاش آية. ياسر بدا كيحل عينيه وكيشوف بلاصتها، كانت خاوية، حط ايديه عليها والبلاصة كانت باردة يعني ناضت منها بكري، وشاف في باب الحمام ولقاه مظلم يعني ما كيناش تما. وفجأة طاحت ليه في باله فكرة، تفكر من اللي كانت كتحلف باللي غادا تهرب. ناض قافز من بلاصتو، لبس شورت وخرج كيجري مخنزر. خرج من البيت ومشى للحمام الثاني وكان خاوي حتى هو، ومشى لبيت آية. فتحه بالجهد وشعور غريب سيطر عليه ما قدرش يفهمه، ما حاملهاش ولكن ما باغيهاش تمشي، وعاد خصوصا من بعد الليلة البارح. دوز شحال ديال البنات ولكن عمره ما دوز بحالها، غير فتح الباب وبانت ليه مخشية في ختها، كتبان ناعسة وغارقة في نعاسها، بين لي وجهها أحمر وبين كانت كتبكي. تعصب أكثر حيت ما كانتش ناوية تسلم ليه راسها، غير زاد خطوة باش يقرب ليها ورجع لعن الشيطان. ما باغيش يغوت عليها قدام ختها، حيت كتبقى رغم كل شي ما عندها دل في قاع هاد الشي اللي بيناتهم. رجع للبيت وخدا دوش ولبس حوايجو وقرر ما غيمشيش اليوم الخدمة، بقى شحال في البيت عاد خرج. هاد المرة من اللي هبط لقاها واقفة لتحت مع آية كتصايب ليها الفطور، غير دخل الكوزينة وحس بها قفزات من بلاصتها. شافت فيه آية وهدرات بابتسامة، قالت: صباح الخير. تبسم ليها وعينيه مازال على نور وقال: صباح الخير. قرب ليها وحط إيدو على شعرها، أما نور كانت واقفة على أعصابها، ما دارتش عنده قاع، حس بيها كترعد وغدا تنفجر، خصوصا من اللي هدر وقال: صايبي لي القهوة. مدتهاش فيه، بغى يضرب الطبلة ورجع صبر راسو حيت ما باغيش يخلع آية. قال: راه معاك كنهضر. شافت فيهم آية ما فاهمة والو، وهي تقول: نور أنا صافي شبعت، واش نمشي للجردة؟ كان كيتسناها غير تهدر. نور أنا صافي شبعت، واش نمشي للجردة؟ قالت نور: كملتي الفطور ديالك؟ شافت في الكاس ديال الحليب اللي كان خاوي، وهي تقول: صافي خرجي يا حبيبتي للجردة، ولا عرفتي شنو؟ غطلعي البيت ديالك شوية وغنلحق عليك. ياسر كان جالس على أعصابه ملي خرجت آية وهو يقول: راه معاك كنهضر. قالت: وانا سمعتك. مشات وجدات ليه القهوة وجابتها ليه وحطتها قدامه، وغير بغات تحرك وشدها من ايدها. قالت: باغي شي حاجة مازال؟ شاف عينيها اللي كانوا عامرين بالدموع وزير على سنانه وقال: ملي كنهضر معاك جاوبيني في الوقت. قالت: ها نهضرت، اشنو بغيتي؟
شاف الدموع اللي كيهبطوا من عينيها وهو يقول: مالنا على هاد البكا، صبحنا على الله. قالت: ياك بغيتي القهوة ديالك وهانا صيبتها لك. كان مركز بعش نايفها، ما جاوبهاش قاع، ما عرفتش كيفهاش، حتى كان جبد وجهها لعندو بإيد وحدة وحط شنايفو على شنايفها وباسها بوسة حارة وقوية. في الأول بدات كتحاول تبعد منه، ولكن زاد جرها لعندو بالجهد حتى جات جالسة على رجلو، وفمو ما فارقش فمها، مطلقها حتى كان نفسها غادي تقطع. وقال ليها: جلسي تفطري. قالت: ما بغيتش. شد ليها في إيدها وجلسها بالزز وهو يقول: غاد جلسي بالزز منك. قالت: بالزز مني كيف ما؟ قاطعها وقال: من اليوم القهوة ديالي انتي اللي توجديها، الفطور وأي حاجة متعلقة بالماكلة نلاقيك مجدها في وقتها. تبسمت باستهزاء وقالت: ياك ما يحساب ليك أنا الخدامة ديالك. اضرب الطبلة بالجهد وهو يقول: سمعيني مزيان، أنا نبغي مراتي هي اللي توجد لي الفطور. حبست دموعها بالزز وقالت: أنا ماشي مراتك، هذا ماشي زواج حقيقي، هذا زواج بالزز وغير على الوراق. قال: في الأول كان هكاك، ودابا بحال أي وحدة مزوجة، غديري شغلك لا بالنهار ولا بالليل، بحال البارح، وديك اللو ما نبغيش نسمعها، وهذا لبكة ديالك ما عندي ما ندير به. كمل القهوة ديالو وقال: في الليل نبغيك توجدي راسك، يعني راكي عارفة. ومسح ليها واحد الدمعة جنب عينيها وهز راسو وقال: لا، إلا زدتي قصحتي راسك غتجي بها غير في عظامك. خرج ياسر وبقات هي النهار كله مع آية وخايفة يوصل الدين، حيت عارفة ياسر غادي يرجع، كانت كتدعي توقع ليه شي حاجة وما يرجعش. كانت كتدعي توقع ليه شي حاجة، كرهات نفسها وعارفة ما عندها فين تهرب. جلسات كتفكر، جلسات كتفكر، قال ليها توجد راسها، وإلا جا احتمال كبير يضربها، حيت ما سمعاتش هضرته، وهي ما بقى عندها جهد نهائيا باش تعافر معاه. خلات معها آية بالعاني في البيت باش حتى إلى جا ولقاها ما واجداش ما يقدرش يغوت عليها. بقيت كتلعب مع آية، وانتهى بهم المطار كيرتبوا حوايج نور في البلاكار، وآية كل مرة كتشوف حوايج ختها وكتضحك، عاجبينها بحالا بغية غير تكبر باش تلبس حتى هي بحالها. شافت فيها نور وقالت: ما فيكش النعاس، راه مشى الحال. قالت نور: ما فيكيش النعاس، مشى الحال. وهي تقول آية: لا، بغيت نبقى معاك مازال. تحنات نور عندها وباستها وهي تقول: ولكن رغا تكوني عييتي، خاصك ترتاحي. آية هزات واحد الكسوة ديال نور وهبطت عينيها بحزن وقالت: علاش انتي عندك هاد الحوايج الزوينين وعندك الناموسية كبيرة وماشي بحال ديالي؟ ضحكات نور وقالت: حيت انتي صغيرة وداكشي علاش عندك ناموسية قدك، وغنبقى نشري لختي حوايج زوينين. آية قالت: بصح. دورات عينيها حتى الكسوة الأميرة اللي كتعودي عليها حمرة، عافاكي لبسيها نشوفها. قالت نور: يلا بلاتي نسالي وهادشي ونشوفو كيفاش غدا تجي. سالاو الجميع ديال الحوايج وجلسات آية على الناموسية، وهزات نور الكسوة قالت: غنشوف واش غنجيب حال الأميرة ديالك. ولبسات ديك الكسوة، كانت لاصقة على جسمها، جات فوق من الركبة شوية وما عندهاش ليدي، برزات قوامها وصدرها بان كتر، عاد مع بشرتها البيضة جات زوينة بزاف. بقات شحال وهي واقفة، عجبها راسها وبقات كتدور وتشوف، طلقات شعرها وبدات كتسرحو غير بيديها، فرق واضح بين حوايجها القدام وهادو. وخا هكا كانت مرتاحة في حياتها القديمة، بقات مدة طويلة وهي قدام المرايا، تعطلات على ختها، خرجت وهي كتهدر: يلا قولي كيف جيت، جات معايا ياكي؟ ولكن تصدمات، كانت غدا تطيح من اللي شافت ياسر جالس على الناموسية وآية جالسة حداه، وجهها ولا صفر ولونها تخطف وقلبها بدا كيزدح بالجهد. قالت آية: جيتي بحال الأميرة اللي كتعودي لي عليها،
ابتسامة صغيرة بانت على فم ياسر وهو كيشوف آية. شافت فيه نور وفي قلبها كتقول إلا كنت أنا هي الأميرة راه انت هو الوحش اللي تسلط عليا. قالت وقتها جيتي ما سمعتكش. شافت فيها آية وهزات كتافها وقالت راحت انت تعطلتي في الحمام. أما ياسر شاف فيها بنظرة طويلة وقال بال لي وجدتي راسك ودرتي بكلامي. مشات جرات آية من إيدها من رفزة وخا هكاك حاولت ما تبين والو. آية بدات كتجر في إيدها وقالت ومازال ما بغيتش نعس عافاك. قالت نور آية غير طلقات آية من إيدها وكان شد ياسر في إيدين آية وقال راه خاصك تنعسي باش تقدري تفيقي غدا. علات نور حواجبها بجوج محشبة من اللي هدر مع آية بهدوء. ناضت آية ومشات ورا نور كتخاف من ياسر وهو حاول ما يخلعهاش. قال أجي أنا اللي غنديك لبيتك. آية شافت في ياسر وشافت في نور وقالت واش نمشي معاه. قالت ليها نور آه سيري. شدت ليه آية في إيده وزادوا الباب وهي تقول ولكن نور كتعود لي القصة عاد كنعس. وهو يقول ياسر نور مشغولة دابا غير بغات تدخل الحمام وكان تليفونها صونة. كانت أسية بدات كتهضر معها بالزربة وباغية تقطع وتهرب للحمام غير قطعات وبغات تدخل للدوش. كان ياسر فتح الباب ديال البيت وقال ما تحتاجيش تحيديها ولا تبدليها. قرب لعندها وشدها من إيدها وقال وليتي كتسمعي الهضرة دابا نقدروا نتفاهموا. غمضات نور عينيها وقالت أنا باقي مقصحة. قال مقصحة ما غنفرسيش عليك وإلا ما بغيتيش انتي عارفة اش غيوقع. كانت قادرة تقرا الرغبة في عينيه ولكن شوفات ياسر كانوا مختلفين كيخليوها تخاف منه وفي نفس الوقت شي حاجة أكثر من الكره كتغلب عليها تجاهه. ميل وجهوش نايفها باغي يبوسها وبعدات حابسة دموعها باش ما تبكيش ويقدر حابسة دموعها باش ما تبكيش وهي تقول ما لبستهاش ليك كنت غير كنقيسها ودابا حيد عليا. إلا كنتي كتظن غنوجد ليك راسي راك غالط. إلا كنتي كتظن غدا نوجد ليك راسي انت غالط بزاف ودابا حيد عليا راه عمرك ما غتاخد شي حاجة ما عندي بخاطري نموت وما نعطيكش راسي. ياسر بدا كيسعر عينيه حمارو قال غتبقاي توجدي راسك بزز منك. ضحكات نور باستهزاء وقالت اشنو غادي تضربني ياك حيت انت هادشي اللي كتعرف ليه. طلعت الكسوة شوية من جهة فخدها وقالت حيت كيف ما قلت ليك هادشي الى خديتيه راك غتاخدو غير بزز انا ما باغياش. قرب كتر وعينيه شاعلين كتر. قرب ليها وهي كترجع باللور حتى بلوكاها مع الحيط وضرب الحيط بقبضة ايديه القوية وقال غادة تزمي فمك ولا. وهي تقول ولا شنو غتضربني عود تاني. قبل ما تكمل كلامها كان طار على فمها كيبوسها بالجه وزاد بيها بلوكاها مع الحيط وما خلاهاش تقدر تنفس. كيحس براسو غادي حماق عليها ومحشها وباغي يقتلها باغيها الليلة وكل ليلة وكتستفزو حتى كيضربها. وبدا كيهبط بشنايفو لعنقها وإيديه على ظهرها جبدها من نصها عنده كيبوسها بالجهد ما مخليش ليها الفرصة فين تبعد. غير شافها بدات كتبكي تاني وهو يقول شوية غير طلقي راسك. الليل كله هو شادها من كرشها ومقربها عنده وحتى هي كانت عيانة غير غمضات عينيها ومشات في النعاس ما فاقت حتى للصباح. وكانت ايديه مازال متقل عليها وجهه مخشف عنقها. هاد المرة ما ناضتش من بلاستها بقات تحت الغطاء عريانة. ملي حسات بيه بدا كيتحرك ويفيق زادت زيرات على عينيها خايفه يغوت عليها ولا يدير ليها شي حاجة اللي تجرحها. ناض للدوش عادت نهدات كانت متوقعة منو غادي يجي نوضها باش تصيب ليه الفطور. دوش ولبس حوايجو وحتى تليفونه من لي صونا اخرج قدام الباب عاد جاو. سالات روتينها ديال الصباح ولبسات عليها حوايج مغطين من جهة العنق
ودارت شوية الميكاب كتغطي به وجهها. مشات لبيت آية ولقاتها ما كيناش. هبطات وكانت ريحة الفطور جاية من الكوزينة. بغات تهدر مع الخدامة حتى بانت ليها وحدة عاطيها بالدار كتعرفها. قالت زينب شنو كديري هنا؟ كانت الخدامة اللي في دار عبد الله. تبسمات ليها وهي تقول زينب سيدي ياسر اللي جا البارح وقال لي من غدا غنبدا نجي هنا باش نعاونك. سولاتها نور شحال وانتي خدامة عندهم؟ قالت زينب قربت نكمل 10 سنين تقدري تقولي انا اللي قديمة عندهم. عاد فهمت نور انه كيتيق في زينب داكشي على جابها وشافت جهة الباب وقالت هي انتي جيتي معاهم من هولندا؟ وهي تقول زينب اه. هزات نور راسها وعيطات على آية. آية أجي تفطري هاد اليومين كلهم وهي مهمومة داكشي علاش قررت حاجة واحدة غتسايس مع ياسر والليل يهاليها. الليل دغيا كيدوز إلا كان غي عاملها في الفراش بحال البارح ما عندهاش مشكل. ياك عدريتها خسراتها أشنو باقي ليها ما تخسر. فجأة جاتها فكرة في راسها حاجة ما ضرباتش ليها الحساب ودابا عاد فكرات فيها. إلا بقى ياسر كيتقرب ليها كل ليلة باينة شنو غادي يوقع. خلات آية حتى فترات عاد طلعت لفوق لبيتها ورجعت هبطات وقفات قدام زينب اللي كانت كتوجد في الغدا وهي تقول زينب غنطلب منك واحد الحاجة بغيتك تخرجي تسخري ليا. قالت زينب اها هي الأولى وهي تقول نور كاين شي فارماسي قريب هنا؟ قالت زينب اه كاينه. مدات ليها الفلوس وهي تقول بغيت كينه دمان على الحم. شدات ليها في يدها وقالت انا عارفه ياسر جابك هنا باش تقولي لي كل شي عافاكي خليها تبقى بيناتنا اللي كانت عندي سالات. قالت زينب واخا دابا تكون عندك. خرجت زينب والابتسامه اختفت من وجه نور وحتى هو باينة من النوع اللي معزيزش عليه الأولاد خصوصا منها هي بالضبط اللي كيعتبرها غير عاهرة وباعت راسها. وداز شهر على هذيك الليلة. نور حاولات باش ما تقصحش راسها معاه وخا كانوا كيتناقشوا شي مرات ولكن ما مدش ايديه عليها. كانت كتنعس قبل ما يجي باش ما يوقعش داكشي بيناتهم. ومن اللي كيحصلها فايقة ما كانتش كتفلت من ايديه. وهاد النهار صابح الجو سخون. ياسر ما مشاش للخدمة وبقى في الدار من بعد ما جابوا ليه واحد السخرة. مشى نيشان البيت آية اللي كانت كتلعب بالمونيكات ديالها غير دخل عليها وشاف وجهها اللي ولا صفر وهو يقول شنو كديري؟ قالت والو غير كنلعب. قال شوفي شنو جبت ليك. كان هاز واحد الكرتونة ومشى جلس جنب آية حلها وكانت لعبة فيديو ديال الأطفال. قالت هادي ديالي. قال ليها اه راه فيها الالعاب اللي غادي يعجبوك. قالت شكرا بزاف. عنقات آية وباسته في حلقه. يمكن هو صارم وقاصح ولكن مع آية كيحس بكل شي كيتبدل. ومشى لبيته بدل عليه ولبس شورت ديال العمان ونزل لتحت غير بدا كيقرب لابيسين ولقى نور جالسه منزله رجليها للماء كتخاف من العمان وما كتقدرش تهبط تعوم. كانت لابسه واحد الكسيوة خفيفة فوق الركبة بلا سماطي. ياسر تلاح بالجهد اخلعها وترش عليها الماء غير شافته كيعوم قاصدها وهي تبدا توجد باش تنوض بحالها. حتى حسات باللي كيجرها من رجليها بالجهد. قالت لا قبيلي بعد مني. قال ما غيوقع ليك والو. طلع يديه حتى وصلت لخصرها وهزها ونزلها حداه. القلق كان باين على وجهها كتخاف من الماء بزاف وحتى البروده ديال الماء خلاتها مديرونجيا. بدات كتحرك في رجليها بالضربه تحت الماء عكسه هو اللي كان كيحركهم مهاره. قالت كنخاف ما نقدرش عافاك طلعني من هنا. قال ما تخافيش غادي يوقع والو غير خي راسك. دارت ايديها على صدره حسيت بدقات قلبه غادي بها حتى وصلوا للوسط بحال لا دارها بالعاني
باش ما تلقى فيل تهرب وما تلقى فشكون تشد من غيره. حس بها كترعد بحال ديما تحت ايديه وخرجات تنهيده طويله، شي اللي خلاه ينقض على شفايفها. حسات راسها هاد المره ما قادراش تقاوم، هي براسها مشاعرها مخربقين. حسات بالحشمه من هاد الشي اللي دارت، شي اللي خلاها تخشي راسها في عنقه باش تهرب من الشوفات ديالو. ابقى كيدوز ايديه على ظهرها بشويه وهو يقول: علاش بعتي راسك؟ حسات بالدم مجمد في عروقها وهي تقول: زعما ما عارفش. وهو يقول: علاش خاصني نكون عارف؟ قالت: واش كتهضر بالصح؟ قال: بالصح انا ما عارفش علاش بعتي راسك، واش الفقر هو اللي خلاك تفكري تبيعي راسك ولا شنو؟ قالت: لا، انا عمري ما كنت كنتشكى من الفقر، ماشي انا اول ولا اخر وحده، المهم كنت عايشه باش معطى الله وراضيه. نهدات ورجعت تكات على كتفو ساهيه. قالت: اضطريت. وانت علاش كتكرهني؟ سكت وما هدرش، ولكن حسات باش نايفو على عنقها كيقبلها ببطء وهو يقول: شكون قال لك انا كنكرهك؟ قالت: قلتي لي باغي تكرهني في حياتي. وهو يقول: وهذا الشيء ما كيعنيش باللي كنكرهك. وهي تقول: وعلاش كتضربني وكتغوت عليا؟ انا ما درت ليك والو، وحتى الا كنت بعت راسي فهاد الشيء ما كانش كيمسك، حيت هاد الشيء درته قبل ما نعرفك. وهو يقول: انتي اللي كتستفزيني، ما كتسمعيش لهضرتي، ملي كنقول لك ما تخرجيش يعني ما تخرجيش. قالت: علاش؟ واش انا عبده عندك؟ حتى هو هو الاخر يمكن قبل ما نتنفسو خاصني نقولها لك. قال: حس بيها كيف ما بغيتي، انا ما كنحملش اللي ما يديرش بهضرتي. وهي تقول: ما عندكش الحق تضربني، وما غنبقاش نسمح ليك تضربني. حسات بايديها هبطات لتحت وبدا كيهبط ليها السليب. قالت: شنو كدير؟ غيشوفنا شي حد. قال: هاد البلاصه ما كيجي ليها حد. هاد المرة حسات بها مختلفة، وحسات باللي ياسر بدا كيتبدل. من بعد مشى بها حتى وصلها للبلاصة منين هزها، وبقى هو في بلاصتو كيشوف فيها وإيديه على جناب لابيسي. خرجت من لابيسي ومشات تدوش، ومشى حتى هو نيشان لبيتو ودوش وخرج. ما كانتش هي في البيت، لبس حوايجو وخرج كيقلب عليها وقصد نيشان بيت آية، وفعلا غير وقف وبنت ليه لداخل. شافها كتهش بواطة ديال الدواء وخرجات حبة قبل ما تدخلها لفمها، وهي تسمعها القياسر الشي اللي خلاها تشرق وتبدأ تكح. قال: شتاك شي كتشربي؟ باش مريضة؟ بدات كتخبي في الدواء موراها وكترعد. قالت: والو، زادوا حجبان وتقرنوا. وقرب ليها غادي لجهتها. قال: أري نشوف. قالت: والو، راه غير راسي كيضرني. شدها وخطف ليها الدواء مورا ظهرها، وكان مكتوب حبوب منع الحمل. شدها من ايديها بعنف وقال: اشنو هادشي كتشربي؟ قالت: طلق مني، كتقصحني طلاق. قال: هضري، اشنو هادشي؟ تخلعات وبدات كتبكي وترعد. قالت: وما غير طلاق عافاك. غرس ايديه في عنقها: كتشربي هاد الشي مورا ظهري من امتى؟ ها، من امتى؟ قالت: طلقني غادي تقتلني. ما عطاهاش فرصه حتى فين ترجع نفسها وبدا كيصرفق فيها. قال: كتموتي، ما باغاش تحملي ياك، باغا تخرجي منها خاويه وتفكي مني خفيفه ياك. طلعتي صلقوطه مع راسك وخيبره، وانا دايره ليا فيها مسكينه. انا غادي نوريك. حيد الصمته من سروالو وهزها حتى هزها وعطاها وهي كتغوت. هز ايديه المرة الثانية حتى سمعوا خبطة في الباب. داروا بجوجهم وكانت آية مسندة على الباب وشادة في قلبها، عينيها مشرعين والنفس ما كيطلعش ليها. غير شوية حتى طاحت على وقفتها. ناضت نور كتحاول تجري عند ختها، كتبكي وكتضرب ليها في حناكها باش تفيق، ولكن هي كانت غابت على الوعي. بدات نور كتغوت على حر جهدها وكتبكي، كتحاول تفيقها
ما حسات حتى تحيدات آية من إيديها، وياسر حطها مقادة مع الأرض كيحاول ينعشها. ونور كتقول الله ياخد فيك الحق، أنت السبب، أختي كتموت بسببك، عمرني ما غنسمح ليك إلا طرات ليها شي حاجة. خنزر فيها ومشى بالزربة هز الكونتاكت الطوموبيل ورجع هزها من الأرض. نور وقفات مخلوعة وكتقول فين غادي؟ حط لي أختي. قال واش غنبقاو نتفرجوا فيها؟ زيدي نديو البنت للطبيب. نزل هذيك الساعة ونور تابعه، دخلها للطوموبيل وجلسات حداها. نعتات ليه نور البلاصة فين كاين سبيطار اللي متبعة فيه ليها. قلع هذيك الساعة ووصلوا بالزربة، دخلوا كيجريوا بيها، ومن حسن الحظ الطبيب دآية كان واقف كيهضر مع شي حد، والمح آية سخفانة في إيدين ياسر وجا كيجري. دخلوها نيشان باش يفحصوها. بقات نور جالسة في قاعة الانتظار وكتبكي، وياسر متكي على الحيط وكيشوف في السقف. حتى شاف فيها وقال نور. قالت ما تهدرش معايا. سكت وسمعته تنفس بالجهد، دوز إيديه على وجهه شوية. وخرج الطبيب من الغرفة اللي دخلوا ليها آية، ونور وياسر تحركوا عنده بالزربة. قالت دكتور كي بقات اختي؟ قال الطبيب الحمد لله، ها هي فاقت. وصيتك بنتي باللي اختك قلبها ضعيف، قلت ليك ديري ليها خاطرها وحاولي تبعديها على التوتر، وكون ما اعتقتوهاش كانت غادة تمشي فيها. قالت واش نقدر نشوفها؟ قال ليها الطبيب اه تقدري. زادت نور غادة تدخل عند اختها، حتى شدها من ايدها ياسر وقال علاش ما قلتيش لي اختك مريضة؟ ووقتهاش دارت هاد العملية؟ نطرات ايدها من نور غوتات بعصبية، ماشي شغلك، سمعتي ماشي شغلك، وباركة ما تبقى تدخل ليا في حياتي باركة. دخلت ديك الساعة وكانت معصبة، غير شافت في عوينات ختها ورجعت لها الضحكة. تبسمات آية ومشات حداها نور وعنقاتها، بقات معاها شوية عاد خرجت وشافها ياسر وقرب ليها وقال كيف بقات؟ وخا نشوفها. تعرضت ليه نور على الباب وشافت فيه بغضب وقالت ما تحلمش، شوف فيه واسمع مزيان شنو غدا نقول لي. تقدر تضربني ونحني ليك راسي، وتقدر تغتصبني ونسكت، وتهيني وتعايرني ونسكت، ولكن كل شيء إلا اختي، وانا ما عمري ما غدا نعود نرجع عندك. وخا تقتلني طلقني وهنيني. سكت ياسر كيشوف فيها، ما عنده باش يجاوبها، هاد المرات مادا بزاف. بقى شحال حاني راسو كيفكر، وعطاها بالظهر وخرج. دوزات نهارها مع اختها حتى قرب يطيح الظلام ودق الباب، وتحلو كانت زينب، شافتها نور وهي تنود عندها وخرجوا. قالت نور شنو واقع؟ وهي تقول ليها زينب سي ياسر صيفطني، راه جمعنا ليك حوايجك وحوايج اختك والشيفور على برا باش نمشيو لدار سي عبد الله. دوز ياسر اسبوعين في الدار بوحده، ونور في دار عبد الله كان كيبغي عيط ليها وكيتراجع في اخر لحظه. فكره ان نور ما بغياش منه الولاد خلاته يتجنن ويضربها، وخا كان حالف ما يحط عليها ايده مازال كتسقط.